دانا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي الاوفياء لقناه شوف تي في. مرحبا بكم متتبعين الاوفياء في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرش. اذا كنحيو جميع المشاهدين والمتتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرش مع الحصيله اليوميه. اذا الحصيله اليوميه كالتالي متتبعين الاوفياء، اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن إصابة 548 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بعد ذلك عدد الإصابات إلى 478,135 حالة في المملكة المغربية. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 8460 حالة بالمملكة المغربية. وتم التأكد من شفاء 548 حالة شفاء بالمملكة، لترتفع عدد الحالات ديال الشفاء إلى 458504 الحالات ديال الشفاء. أما فيما يخص متبين الأوفياء، عدد الحالات ديال الوفيات كما سمعتوا، عدد الحالات ديال الوفيات كترتفع، 10 الحالات ديال الوفاة، 10 الحالات، 10 ضحايا، 10 ضحايا من ضحايا كوفيد 19، الله يرحمهم والله يرحم موتى جميع المسلمين. اذا كنحيو جميع المشاهدين والمتبعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. اذا تهيب وزاره الصحه بالمواطنات والمواطنين على التزام قواعد النظافه وكذا السلامه الصحيه والانخراط في التدابير الاحترازيه التي اتخذتها السلطات المغربيه بكل روح ومسؤوليه. اذا ما فيها باس انسان يرد البال، ما فيها باس انسان يعمل كما ديالو ديال الاحتياطات اللازمه من اجل الوقايه من فيروس كورونا اللعين، الفيروس الذي لا زال يحصد ضحايا للاسف الشديد. خاي محمد، اخي محمد تحياتي لك. خاي اخوان عبد النمي مرحبا بك ومرحبا جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا. محا محمد سعيده تحيه لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر الحصري مباشره من مدينه العرائش. ما فيها باس متبعين الاوفياء اننا نعود لكم الحصيله اليوميه، عدد الاصابات وكذلك عدد الوفيات وعدد حالات ديال الشفاء. اذا عدد الاصابات 479 اصابه جديده فيروس كورونا، 10 ديال الوفيات و548 حالة شفاء بالمملكة. إذا فيما يخص متبعين الأوفياء، أما فيما يخص متبعين الأوفياء لعدد الإصابات بإقليم العرائش، فإقليم العرائش بدوره كسجل تقريبا 8 ديال الإصابات جديدة فيروس كورونا ما بين مدينة العرائش ومدينة القصر الكبير. إذا كنحيو جميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر. عمر مرحبا بك، خي عمر وتحياتي لك وعليكم السلام، مرحبا بك. سمير مرحبا بك خي سمير وتحياتي لك، وكنرحبوا بجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية. إذا متبعين الأوفياء ما فيها باس أننا نذكركم اليوم كانت واحد الواقعة، وقعت واحد جريمة، واحد انتحار شاب في عمره تقريبا 26 سنة بجامعة الساحل اللي شنق راسو للأسف الشديد في واحد الكرمة باحث الاستراحة تابعة لجامعة الساحل. إن لله وإنا إليه راجعون، الله يصبر عائلتهم، الله يلحقهم الصبر، الله يبدل المحبة الصبر كما كنقولوا متبعين الأوفياء. إذا كنحيو جميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. أتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. كما سمعتم متبعين الأوفياء، اهتزت جماعة الساحل التابعة لتراب إقليم العرائش عن وفاة أو انتحار، عملية انتحار شاب عنده 25 سنة للأسف الشديد، مشى للشجرة وشنق راسو، الأسباب باقي لحد الآن مجهولة متتبعين الأوفياء. إذا تحية لجميع المشاهدين، خي عبد الله مرحبا بك، تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. كنتمنى لكم تكونوا على ما يرام، نستودعكم في أمل اللقاء بكم في أقرب الأوقات إن شاء الله، وتحياتي